شكرا السيد الرئيس. بغيت شكرا السيد المستشار. بغيت في البدايه نقول ان مطار مراكش المناره هو ثاني مطار بالمملكه من حيث حجم الحركه ديال النقل، واستقبل سنه 2022 تقريبا 5 ملايين مسافر بنسبه استرجاع ديال 77% مقارنه مع 2019. ويعتبر مطار المناره دعامه اساسيه لقطاع السياحي، حيث يؤمن من ربط الجوي للمغرب ولجهه مراكش بمختلف العواصم الدوليه، وتتوفر هذه المطار على محطه جويه مزوده بتجهيزات حديثه تتمكن من استقبال المسافرين وتوفر لهم شروط السلامه والامن وجوده الخدمات. المكتب الوطني للمطارات في اطار مخططه الاستراتيجي اقلاع 25 خصص محورين باش يرفع من جوده خدمات المطارات بصفه عامه، الابتكار في جوده الخدمات المقدمه للمسافرين والبنيه التحتيه لنمو مستدام، ومن جهه اخرى تعزيز مستوى التعاون مع جميع المتدخلين في منظومات النقل الجوي. تتجلى هذا في اتخاذ المكتب لمجموعه من التدابير باش يحسن جوده الخدمات بمختلف المطارات الوطنيه، من ضمنها مطار مراكش المناره طبعا. وتتمثل هذه التدابير في تحسين الاستقبال، تجويد التواصل مع المسافرين، تعزيز العرض التجاري للمنتوجات الوطنيه الطبيعيه والصناعه التقليديه، توفير خدمه الاتصال بشبكه الانترنت مجانا بالمطارات الرئيسيه، كما اطلق المكتب ورشا هاما لرقمنات الخدمات المقدمه للمسافرين. غادي يعرف مطار مراكش المناره خلال سنه 23 تعميم من واحد المنهجيه ديال التدبير ديال لين سي سيغما اللي تطبق في المطارات العالميه، واللي تتهدف باش تحكموا في المده اللي تيقضيها المسافرين الوصول بهدف التقليل. جدير بالذكر ايضا انه سيتم انجاز دراسه لتوسيع مطار مراكش المناره لمواكبه الاقلاع السياحي، وفي انتظار ذلك غادي يشرع المكتب الوطني للمطارات خلال 23 في انجاز واحد العدد من التدابير الاستعجاليه تتهم توسيع عدد من المناطق داخل المطار الحالي، خاصه قاعات الاركاب ومنطقه الوصول، باش يمكن من تحسين انسيابيه تدفق المسافرين. وغادي يقوم المكتب حاليا على اعداد اطلاق الدراسات الفنيه والتقنيه لرفع الطاقه الاستيعابيه للمطار مراكش باش تبلغ 11.5 مليون مسافر في افق سنه 28 باستثمار اجمالي تفوق 1.1 مليار درهم. في السؤال ديالكم واش كاين شي مطار جديد من غير المطار ديال المناره، هذا تيدخل في واحد الدراسه ديال التخطيط ديال المطارات بالمغرب اللي غادي نقوموا بها ان شاء الله خلال هذه السنه، وهذا الجواب غادي نقدروا نعطوا لكم من بعد ما نقوموا بهذه الدراسه. شكرا.